وهناك الكثير من الإجراءات التي تتخذ مؤخرا للاستعداد لهذا الاستفتاء، آخرها ما تم إعلانه النهاردة على لسان بعض من المسؤولين داخل اللجنة العليا للانتخابات عن أهم الأمور والضوابط والمعايير اللي على أساسها بيتم منح الصحفيين والإعلاميين تصريحات لمتابعة الاستفتاء. الشروط الخاصة بالصحف هي الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة لإصدارها ومزاولة نشاطها، والقنوات الفضائية أن تقدم تصريحا من الهيئة العامة للاستثمار يفيد أنها حصلت على ترخيص بمزاولة نشاطها. أيضا أكد بعض من المسؤولين أنه كل جريدة أو قناة فضائية ستتقدم بخطاب بأسماء الراغبين في المتابعة مرفقا ببطاقات صور بطاقات الرقم القومي لكل منهم، على أن تصدر أو تصدر اللجنة تصريحها مكتفية بكلمة لا حامل. وأكدت اللجنة أنه مش بالضرورة أن يكون الصحفي المتابع للانتخابات مقيد بنقابة الصحفيين.